فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الملعب التونسي بطل كأس تونس، هذا الموسم الكأس السابعة في تاريخه. ألف مبروك للملعب التونسي، هذا تتويج مبروك لجماهير البقلاوة في كل مكان داخل تونس وخارج تونس، مبروك للملعب التونسي. كما قلنا إذن الملعب التونسي توج البارح بلقب كأس تونس بعد الانتصار في مباراة الدور النهائي في ملعب حمد العقربي برادس على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدفين مقابل صفر. الهدف الأول كان سجله بلال المجري في الدقيقة 32 للملعب التونسي. لادي خلفه جول بلال المجري يفتتح النتيجة للبقلاوة. ناس في المقابل الهدف الثاني كان سجله هيثم الجويني في الدقيقة 57. أومارو خطيرة والثاني من هيثم الجويني، الهدف الثاني للملعب التونسي هيثم الجويني. هذه فكرة على الأجواء اللي كانت البارح على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال نقر مباراة كأس تونس في الرياضة، وهدف مدرب الملعب التونسي حمادي الدو كان فرحان برشا بهذا التتويج. تتويج كبير، تتويج عنده معنى كبير. علاش؟ لأنه كان ضد مع فريق الملعب التونسي اللي عنده أكثر من 20 سنة ما توش. أول حاجة مع فريق الملعب التونسي فريق كبير، زيادة ثانية حاجة في ملعب حمادي العقربي زاد مهم برشا هذا التتويج هذا. دونك على السعيد الشخصي التتويج يعني لي كثير بعد تعب، لانه امننا بالمشروع، امننا بالخدمه، امننا بالعمل طويل المدى. وكي تخدم خدمه صحيحه وتركز على الخدمه بتاعك وما تتلهاش باللي زاكوتي وما تتلهاش بالكلمات وتركز على لا بيرفورمانس، اكيد تجي النتائج والحمد لله جات النتائج. واحد من الملاعبيه اللي كانوا ممتازين مع الملعب التونسي وعادة الحياة بالنسبة للمهاجم هيثم الجويني اللي تألق مع الملعب التونسي رجع للمنتخب الوطني التونسي البارح، توج بكأس تونس ورجع للتتويجات. تعب برشا دي ساكريفيس معناها طويل، دي موموت عدينا بهم صعاب، دي ودي با هذيك حياة العبد والإنسان. والحمد لله معناها في آخر المطاف تفوجنا، فرحنا الناس هذوما، فرحنا عائلاتنا، فرحنا قاربنا، فرحنا برضو كل محبين الملعب التونسي في تونس وخارج تونس. وإن شاء الله يا ربي مزيد من التألق والتتويجات. نادي كبير، نادي يستاهل كل خير، وإن شاء الله نكون وقمنا معه بالواجب ويكون فيير بالجوارات اللي عنده الكبار والصغار وستاف تكنيك وستاف ادمينستراتيف وستاف ميديكال والناس كل، إن شاء الله يكونوا فيير بالناس هذوما. توحشت تيترويت الحقيقة، توحشت لي مومو هذوما. الحمد لله معناها تعب عام كامل ما مشيش خسارة. فرحة كبيرة كانت للجماهير البارح بالنسبة لجماهير الملعب التونسي، كذلك الإطار الفني والملاعبية، كذلك ما نساوش المدير الرياضي للملعب التونسي جمال الدين الإمام. عرفنا كيفاش نخدم، عملنا ريكروتمون سيبلي، عرفنا شنو نقصنا شنو ما نقصناش، ما بلبزناش في الريكروتمونات. دونك نحاولوا باش نحسنوا في المستقبل، خاطر باش تتبدل توا العقلية نتاع كاس افريقيا والدنيا واحد شيء. دونك الكوب دافريك، دونك لازمنا نحاولوا باش نعملوا فريق سوليد وقوي باش نقعدوا ديما نلعبوا على التتويج. ان شاء الله نحن توا باش نحضروا فريق ان شاء الله الموسم الجاي، ان شاء الله نكونوا حاضرين الناس كل وناخذوا قرارات مع بعضنا، وعلاش ليه باش نقعدوا ديما في البوديوم. مبروك للملعب التونسي من جديد هذا التتويج، وحظ أوفر لنادي الرياضي البنزرتي. كذلك كلمة برافو نقولوها لملاعبية نادي الرياضي البنزرتي، ملاعبية صغار شبان عملوا باركور مزيان برشا في مسابقة الكأس ووصلوا للدور النهائي. برافو لنادي الرياضي البنزرتي، أيضا حتما سيكون المستقبل ممتاز بالنسبة للنادي البنزرتي. المدرب عبد الحق بن شيخة رسمي هو مدرب جديد في فريق شبيبة القبائل الجزائري. عبد الحق بن شيخة اللي عرف النجاح مع فريقه السابق اتحاد العاصمة الجزائري إحراز كأس الكاف ولقب السوبر الإفريقي، كان من الأسماء اللي ممكن تكون في البطولة التونسية الموسم القادم.
لكن خير عبد الحق بن شيخه انه يتعاقد ويبقى في الجزائر مع شبيبة القبيلة الجزائري. كأس أمم أوروبا المقام حاليا بألمانيا، المنتخب الإسباني البارح يتأهل لدور الربع النهائي ويضرب موعد في الدور الربع النهائي أمام المنتخب الألماني، دور نهائي قبل الأوان بين المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني. البارح المنتخب الإسباني كان تأهل لحساب جورجيا 4-0 مقابل هدف جورجيا، منتخب جورجيا الشجاع اللي بدأ بتسجيل الأهداف البارح أمام المنتخب الإسباني، ثم قبل 4-0 الماكينة خدمة المنتخب الإسباني رجع للواقعية نتاعه وفاز على جورجيا 4-0 مقابل هدف. على فكرة جورجيا فيها مدرب مساعد هو تونسي عادل شادي اللاعب الدولي السابق. البارح كذلك مباراة مجنونة كانت بين المنتخب الإنجليزي ومنتخب سلوفاكيا، للدقيقة 90 سلوفاكيا متأهلة للدور القادم، بيلينغهام ازدواجية يعدل المنتخب الإنجليزي، هدف رائع جدا، ثم الحصص الإضافية، هاري كين منذ البداية يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي ويمر للدور القادم. ملا مباراة المنتخب الإنجليزي سيواجه منتخب سويسرا الشجاع في هذه الدورة في الدور الربع النهائي. اليوم الموعد مع زوز مقابلات لحساب الدور الثمن النهائي، كما نحكي على كما 5 متاع العشية بين المنتخب الفرنسي ومنتخب بلجيكا، رغم أنه بلجيكا ما شاهدناش، ما زلت ما جيتش، ممكن اليوم ما زلت ما جيتش للورو، يعني بالإسعاف كانت رشحت، ممكن اليوم تفرض اللون بلجيكا أمام فرنسا، لكن صعب جدا. 8 متاع الليل المواجهة منتظرة بين البرتغال وسلوفينيا، غدا الموعد كذلك مع زوز مقابلات، 5 رومانيا مع هولندا، 8 متاع الليل النمسا كذلك شاهدناه منتخب ممتاز جدا في الدور الأول مع المنتخب التركي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أم الإذاعات، إلى اللقاء.